إذ ما افترضنا أنه سيتم الاجتياح البري لغزة، ما الفاتورة التي ستدفعها إسرائيل في مقابل ذلك؟ يعني الاجتياح وارد واضح، يعني في اللمسات الأخيرة هذا اجتياح سيتم، واجتياح لن يكون بلا ثمن طبعا، ما في اجتياح يعني، ومعروف أن الشعب الفلسطيني شعب الجبارين اللي بنسميه قدم باستمرار وما يزال يقدم ضحايا مواكب وكواكب من الضحايا. وهذا الاجتياح الآن بتم يعني ترتيبه بحيث تقل الخسائر، خسائر العدو الصهيوني. الجانب العربي الفلسطيني الحقيقة يملك الأرض ويملك الخبرة، خبرة المقاومة، مقاومة الاحتلال. في 2014 دكت إسرائيل غزة 50 يوما، الآن احنا اليوم 20، دكتها 50 يوما، وفي جنوب لبنان أيضا لها تجربة مرة. لكن في هندسة عم تتم هندسة للاجتياح، للغزو البري، بتساهم فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وكل الخبرات، كل العالم قاعد بحج لإسرائيل، احنا معكم، شو بدكم، جاهزين دعم مالي ودبلوماسي وعسكري وإعلامي إلى آخره. هندسة الغزو بتتم قاعد الآن يعني على نار حارة مش هادئة، لكن في مخاوف من استخدام أسلحة محرمة، في حديث عن غاز أعصاب، وأيضا شيء توفره الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل، تخدم ربما قسم منه، فسفور أبيض، مواد أخرى، من الأسلحة المحرمة يا أستاذ. يعني الجملة الأخيرة في هالباب، هم بيحاولوا يعني يطلقوا الغاز على الأنفاق. أتعتقد أن المجتمع الدولي سيبقى ساكتا؟ لا مجتمع دولي، لا مجلس أمن بحكم الفيتو الذي تمارسه الولايات المتحدة، لا أمم متحدة التي يطلب أمينها العام بوقف فوري دون شروط لإطلاق النار ويتم الاحتجاج عليه من ممثل إسرائيل، هل ستمضي بما تريد إسرائيل؟ نعم نعم، يعني شوف، زعماء أوروبا اللي اجتمعوا اليوم 27 زعيم طالبوا بفتح مسارات وهدن، مش هدنة، هدنة صغيرة حتى لا يؤثر، إذا هدنة طويلة أو مستقرة أو مستمرة ستؤثر على برنامج القصف والتدمير الإسرائيلي والاجتياح الإسرائيلي. لا، لن يفيد كل هذا الذبح، لن يهز ضمير القادة الأوروبيين والغربيين.